أصدقاء وزملاء أعزاء، السيدات والسادة، مساء الخير. مرحبا بكم في مركز الثقافي الصيني برباط. أنا المرشد الثقافي للسفارة الصينية بالمغرب وأيضا المدير لمركز الثقافي الصيني برباط. اليوم يشرفنا أن ندعو الأستاذ الدكتور شيتين غو بسام لإلقاء لنا محاضرة بعنوان كتابة الصين في الأدب العربي الحديث والمعاصر. الدكتور شيتين غو هو أستاذ بكلية الدراسات العربية في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، والنائب رئيس جمعية الدراسات الشرق الأوسطية في الصين، والنائب رئيس مجمع بحوث الأدب العربي في الصين، وعضو اتحاد كتاب الصين. يختص الدكتور شيتين غو بدراسة الأدب العربي الحديث والقضايا الثقافية العربية والعلاقات الصينية العربية، وقد صدرت له نحو 30 كتابا بين التأليف والترجمة، ونشر مقالات كثيرة في الصحف ومجلات عربية مهمة. فاز بجائزة الشيخ حمد لترجمة وتفاهم دولي من دولة قطر، وجائزة لوشين الأدبية بفئة الترجمة الأدبية التي تعتبر أعلى جائزة أدبية في الصين. وفي عام 2024 حصل على لقب مترجم كبير في جمعية المترجمين في الصين. الآن لنتفضل الدكتور شيتين غو لبدء المحاضرة. أنا سعيد جدا أن أكون بينكم وهذه هي المرة الرابعة التي أزور فيها المغرب. قلت قبل قليل للدكتور محمد خليل وهو رئيس جمعية الصداقة الصينية المغربية، قلت له يعني نقلت له خبرا مفرحا ومحزنا لآن واحد. مفرحا لأن المغرب هي الدولة الوحيدة في الشمال الإفريقي، الدولة العربية الوحيدة التي في الشمال الإفريقي التي تشهد ازدهارا وتطورا باستمرار، بينما بقية الدول إما غارقة في حروب كما هو الحال في ليبيا كما تعرفون، أو في جمود وفوضى في بعض البلدان الأخرى. لذلك بالنسبة للشعب المغربي هو خبر مفرح، ولكن بالنسبة إلى بلدان أخرى هو شيء مؤسف قليلاً مؤسف. لذلك أنا أبارك الشعب المغربي، أبارككم في هذا البلد الآمن والمستحق. فعلاً لا أتجامل، هذه هي المرة الرابعة التي أزور فيها المغرب، فكل مرة أرى تقدم وازدهار، حتى النظافة أكثر والشعر أكثر. أوعد وهني صديقي لأنه يشتغل في هذا البلد المهم والبلد المحبوب الجميل، وهني زميلتي صديقتنا رئيسة معهد كونفوشيوس في جامعة محمد الخامس. نعم. انتقل إلى موضوع حديثنا، كتابة الصين في الأدب العربي، في الأدب العربي الحديث والمعاصر. في الحقيقة ينبغي أن يكون هناك محاضر أستاذ عربي يتحدث عن هذا الموضوع. أنا بصفتي صيني طبعا اهتم بهذا الموضوع، ولكن اطلاعاتي لا تزال محدودة. القصة ترجع إلى كتاب صدرته قبل سنة حول صورة الصين في الثقافة الصينية، في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة. في هذا الكتاب حاولت أن أجمع ما في متناول يدي من كتابات مثقفين عرب، أدباء، شعراء، مفكرين، ماذا كتبوا عن الصين. أعتقد هذا الموضوع مهم، وأيضا اكتشفنا أنه شيء
شيء جدا. عندما أقول في الأدب العربي الحديث بخاصة طبعا هناك مفهوم يعني في أوساط أكاديمية دائما العصر الحديث تاريخ الحديث يبدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ولذلك الأدب الحديث الأدب العربي الحديث يتزامن مع تأسيس جمهورية قسم شعبية في 1949. لذلك يعني الصين تأسيس الصين الجديدة أيضا يعني أثر هذا حتى في السياسي، ولكن أثر في كتابات عربية. في قبل ذلك كتابات عربية عن الصين محدودة جدا، محدودة جدا. مع بداية واضحة طبعا المعلومات أولا في لدي أحب أن أشير إلى أن المعلومات التي أحصل عليها هي لا تزال محدودة. هناك 22 دولة عربية، من الصعب لأي باحث أن يقرأ كل ما كتبه العرب عن الصين، لكن بعد كتابة هذا الكتاب يمكن أن نقول يعني على الأقل ما كتبه أهم الكتاب والمثقفين العرب عن الصين صار لي معرفة جيدة عنها. حاولت أن أجمع في محاضرة هذه يعني كتابات المبتدا شعراء المفكرين الكبار العرب عن الصين. أول كتاب كتبه عربي يعني بعد تأسيس الجمهورية الشعبية 1949 هو كتاب صين شعبية للكاتب الأستاذ محمد عودة، يقال هو يسمى بغاندي المصري، غاندي زعيم غاندي المصري. كتب هذا الكتاب 1952. ماذا كتب فيه؟ كتب يروي فيه محمد عودة معركة الشعب، شعب صيني يكون ربع الإنسانية ضد الاستعمار والاستغلال والاستبداد، استمرت قرنا من حياة العالم، وهي تجربة خليقة بأن تبسط للشعوب المصرية والعربية وخصوصا الثورة الصينية التي قادها الرئيس ماو تسي دونغ لتأسيس الجمهورية الشعبية الصين الجديدة. أنجز هذا الكتاب 1952 ولكن لم ينشر. لماذا؟ لأن مصر في ذلك الوقت لم تقم علاقات دبلوماسية مع الصين. إذا الصين هي بلد جديد بالنسبة للمصريين. وعام 52 هناك حدث مصري مهم جدا وهو ثورة طوبان الحرام تحت قيادة جمال الناصر. إذا هذا الكتاب عن الصين، إذا هو كتاب حساس. القيادة المصرية طول النشر المصري لا تعرف هل ينبغي نشر هذا الكتاب أم لا. كتاب هذا الكتاب يمجد قيادة وشعبا، ومصر لم تقم علاقات مع هذا الشعب هذه الدولة. بعد ثلاث سنوات رفعت القضية إلى جمال ناصر نفسه لكي يقرر هو هل ينشر هذا الكتاب. قرأ جمال عبد الناصر هذا الكتاب وقال ينشر كما هو، لا حاجة إلى حذف كلمة واحدة. وبعد ذلك بسنة أي في 1956 تأسست علاقات دبلوماسية بين مصر والصين. مصر هي أول دولة عربية أسست هذه العلاقة. أنا أفكر أتخيل أن ربما هذا الكتاب ساهم في مساعدة جمال عبد الناصر لمعرفة الصين. قرأ هذا الكتاب وسمح بنشره
وفي العام التالي قرر إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين. وكتاب مهم، كتاب مهم. وقرأت مقالاتك لها بعض الكتاب الآخرين، منهم مثلا السفير المصري السابق لدى الصين اسمه جلال نعمان، قال عند صباه قرأ هذا الكتاب تكونت معرفة أساسية لأول مرة على الصين الشعبية. والأديب المصري الكبير المرحوم جمال جمال الغيطاني أيضا قرأ هذا الكتاب وتأثر به. إذا هذه كانت بداية كتابة عربية عن الصين في العصر الحديث. ثم نأتي إلى نزار قباني. نزار قباني معروف لدى كل الشباب العربيين، لكن له حكاية مع الصين أيضا. لماذا؟ لأنه عاش وعمل كدبلوماسي في سفارة سورية لدى بكين من 1958 إلى 1960، سنتين. ماذا يعني هذه الحقبة في تاريخ الصين؟ الصين تأسست قبل 10 سنوات، أقل من 10 سنوات، إذا هي بداية ولادة الصين الجديدة. كيف الصين في ذلك الوقت؟ هي لم تولد بعد، لم أولد بعد، لكن أعرف أن الصين كانت مغلقة، منغلقة، متخلفة وفقيرة. طبعا هذا لا ينطبق مع مزاج شاعر رومانسي مثل نزار قباني. مستحيل أن يحب الصين، صح؟ وهو رومانسي يحب المرأة وفي الصين طبعا، صح؟ هو كتب كتاب للأسف شيء. هذا الكتاب قصته مع شعر هذا الكتاب.